ايه بقى كيكة النشا دي؟ دي عبارة عن ايه؟ اربع بيضات، كوباية دقيق، كوباية نشا، كوباية سكر، كوباية الا ربع من الزيت، قالت لكم طنط نجلاء اهي، فانيليا، ومعلقة كبيرة من الخل، بشر ليمون، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. سهلة جدا جدا جدا، بس هي تديك قوام حلو قوي. هناخد هنا كوباية سكر، بسم الله الرحمن الرحيم، كوباية الا ربع زيت، معلقتين صغيرين، لا هي معلقة كبيرة يعني، ما هي معلقة كبيرة، يا احنا يعني هي معلقتين صغيرين بس هي ايه معلقة كبيرة، هي ما نفس الموضوع يعني، مش مختلفناش كتير خلاص. وهنا معلقة خل كبيرة، واتنين كيس فانيليا، ونحط سنة بشر ليمون، قولي كده معلقة صغننة، نص معلقة صغيرة ماشي، وكوباية لبن، كوباية لبن، وحط أربع بيضات معايا، حافظين بقى نقول تاني، هنقول تاني وتالت ورابع وعاشر كمان. بصوا بقى احنا هنا عملنا ايه، الكوباية من النشا، كوباية من الدقيق الأبيض، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، وقلبتهم مع بعض اهو تمام. دوبي كده كوباية نشا، كوباية دقيق، معلقة بيكنج باودر كبيرة، ورشة ملح، مع اللي في الخلاط انا حاطه اربع بيضات، حاطه كوباية الا ربع من الزيت، كوباية سكر، كوباية لبن، حاطه معلقة من الخل، حاطه بشر ليمون، وايه كمان، وبس، وضربتهم حلو قوي مع بعض، مدهونه طبعا ومرشوشه بالايه، بالدقيق. وهناخد الصوص ده لازم يتقلب على طول على النار، ايوه كده شطوره، بسم الله الرحمن الرحيم، سخنه كده، انزل احطه مشرباه للكيكه. Thank you.